قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: أولا قراءة القرآن كله، ثانيا التصدق ب4000 درهم، ثالثا زيارة الكعبة، رابعا حفظ مكانك في الجنة، خامسا إرضاء الخصوم. قال علي: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أولا، إذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات فقد قرأت القرآن كله. ثانيا، إذا قرأت الفاتحة 3 مرات فقد تصدقت ب4000 درهم. ثالثا، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات